مرحبا، السلام عليكم. اليوم راجع لكم فيديو جديد تكملة للفيديو اللي عملناه المرة الماضية. اللي ما شافه طبعا لازم يرجع للفيديو القديم ويشوفه، هي ساعة الكوبي عن ساعة ايفون. طبعا كلياتنا اليوم عم نشوف كتير ساعات بالسوق وكلياتها اسعارها كتير غالية، وكلياتنا عم نشوف العالم لابسة ساعات بايدها، الساعات السمارت والساعات السامسونج كلياتنا عم نشوفها اسعارها خيالية بالسوق. اجت الصين وعملت لنا ساعة نفس ساعة ابل ووتش، طبعا مو بنفس القدرة الكبيرة للساعة، ولكن اكيد فيك تستغني عن الساعة الابل ووتش باوقات بهي الساعة. كيف؟ خلينا نشوف جوا الفيديو. طيب خلينا نبلش اول شيء على الشكل الخارجي. نحن شايفينها هلا الساعة مثل ما شايفينها، ممكن اذا حطينا الساعتين جنب بعض ممكن انه نضيع بيناتهم، حتى الطريقة اللي مصنعين فيها الساعة كتير دقيقة وكتير حلوة بكل مواصفاتها. طبعا حنجي ونحكي على الألوان بعد شوي مثل ما شايفين. طيب ساعة أبل نحن كلياتنا بنعرفها انه حتنربط بس على أبل، بينما هي نحن حنقدر نوصلها على أبل وعلى الأندرويد. حنشوف هون حتى احنا فينا نغير الواجهة الخاصة بالساعة. بتحمل هاي الساعة 8 واجهات خاصة فيها، طبعا فيك تخليهم دائما متغيرين وفيك تثبتهم بهالطريقة. هاي كالواجهة الأساسية تبعها. بالنسبة للجلد اللي مستخدم 100% نفس الجلد اللي مستخدم بساعة أبل ووتش، هذا الشيء اللي بيخلي الساعة تبين كتير حلوة وكتير أوريجينال وكتير ساعة بتنلبس بكل الأوقات. ممكن أنت إذا بالسبور ممكن تلبسها طالع مشوار، تقدر تلبسها طالع مع رفقاتك ومناسبة مع كل شيء ممكن إنك تلبسه. هاي بالنسبة للشكل العام. بنجي خلينا نشوف الكرتونة. فتحناها طبعا، هي هي، وهي بتجي بثلاث نسخ، ثلاث نسخ نفس الشيء. ساعة اسمها T500. حنشوف عنا الكستك، حنشوف كمان عنا الساعة الأصلية مثلها مثل T5 تبع الأبل. حنحملها وندخل جوات الكستك بشكل عادي فحتطلع عنا. في منها طبعا ثلاث ألوان فقط، اللي هو الأسود والأبيض واللون الزهري. كيف بدنا نستخدم الساعة؟ طبعا الساعة بتنوصل على التليفون تبعنا بواسطة واحد من البرامج، هلا بحكي لكم عنه وكيف ممكن انه نتحكم بالساعة بشكل كامل. حنفتح الساعة بعد ما اخترنا طبعا واحد من الثيمات. فتحناها هيك بهالطريقة، حنلاقي انه واجهة أبل موجودة نفسها بنفس الطريقة جوا الساعة. طيب شو اللي بيفرق عنا هون؟ نحنا اللي بيفرق عنا انه أبل هي انت اذا كان وصلتك رسالة او شيء ممكن انك تجاوب عن طريق الكتابة النصية بالساعة. عنا بالساعة هون مجرد بيجيك اشعارات وممكن تبعت رسائل صوتية او تجاوب صوتيا. كيف؟ نحنا حنفوت هلأ هون على التطبيقات. طبعا مثل ما شايفين واحدة من الخيارات اللي ممكن تحط فيها القائمة هي هي الصورة المشابهة لساعة أبل. حنفوت على إعدادات. أول شغلة لازم نعملها نحن نفوت على الانترناشونال مشان نختار اللغة اللي بدنا إياها. منفوت على أول خيار ونحط أوف لحتى ما يكون خيار الساعة إنه يختار لنا اللغة اللي بده إياها هو. بعدين منفوت على الخيار الثاني ونختار اللغة اللي حابينها، والشي اللي كتير حلو إنه موجود اللغة العربية إذا نحن حابين ناخدها للأطفال أو حابين نشتغل فيها نحن.
موجود لغة عربية وموجود اللغة الإنجليزية. خلينا نختار اللغة العربية. الساعة مباشرة صارت باللغة العربية مثل ما شايفين. طلعنا من القائمة، رجعنا ل الوقت اللي كتير ما بعرف ليش عالم ما عرفوا يضبطوا الوقت بالساعة. هنلاقي هون انه فينا ننزل من الساعة مع الجهاز وتخليها تاخد اوتوماتيك وقت الجهاز التليفون تبعنا، او ممكن انه نختار الاختيار اليدوي بالاضافة للتاريخ. طلعنا من المكان هون، رجعنا للواجهة الرئيسية. نحن كيف نربطها مع التليفون؟ مثل ما شايفين هون، هلا هنفوت على البلوتوث، هنلاقي الأجهزة المتوفرة عنا. طبعا نحن عندي أنا شابك حاليا على التليفون، فمجرد إنه نحن أعطينا، أنا قطعت الاتصال، عملنا هيك أعطينا إنه نحن موافقين على طلب الاقتراع مع الهاتف، فمباشرة حيشبك معنا على الهاتف. هيك نحن وصلنا التليفون بالهاتف. نحن كيف هلا حاليا بدنا نعرف كيف بدنا نقوم بإدارة الساعة؟ البرنامج اللي حننزله هو برنامج اسمه هاي ووتش. مجرد ضغطنا عليه حنفوت على اعدادات، ومن هون حنعطي خيار الاتصال بالساعة. حنلاقي الخيار الثاني اللي عنا اللي هي عداد الخطوات بالاضافة لحرق الكالوريز، دقات القلب اللي هي شغلة كتير حلوة، انه انت بس لحتى يرتفع دقات القلب عندك لحاله التليفون هيعطيك اشارة انه نحنا وجدنا في غلط في دقات القلب او غلط في الضغط. حاليا فتنا احنا على الساعة، اخترنا الواجهة، ربطنا التليفون. مجرد ربطنا التليفون شو التطبيقات اللي انا ممكن اني احصل عليهم واقدر ازامنهم مع الهاتف؟ مثل ما شايفين نحن فينا نستقبل اشعارات الواتساب، فينا نتصل اي مكالمة مع اي حدا، فينا نتصل مباشرة. طبعا الاتصال والاجابة حتكون من الساعة اذا نحن ما غيرنا الاعدادات من جوا الهاتف. حنشوف في عنا التاريخ، فيك تحفظ فيه سجلاتك، اعياد الميلاد، تواريخ مهمة، اجندة كاملة، التويتر، المسج، متابع دقات القلب، آلة الحاسبة، المنبه، سجل المكالمات، السجل العام لحرق الكالوريز، إشعارات الفيسبوك، إشعارات الضغط، مزامنات البلوتوث، النظام الليلي، عداد الركض والسعرات الحرارية كمان. وهون البحث عن الهاتف، في حال انا مجرد كبست هيك الهاتف من بعيد صار يعطيني انه انا موجود بالمكان هذا. طبعا في ناس كتير عم تروج انه هي الساعة مستحيل انه انا اقدر احكي من خلالها او جايب على التليفون، فحابب بس اعطيكم لمحة صغيرة عن كيفية انه كيف انا ممكن، أنا تليفوني عم برن وساعة بقيمتها أقل من 60 أو 70 دولار أنا قادر أحكي من خلالها. يعني الموضوع بسيط جدا. طبعا هاي الساعة مثل ما شايفين وأنا قادر أحكي مع حالي حتى. ألو، مرحبا. مثل ما شايفين حتى فيك تحكي مع حالك اذا بتحب، ما عندك اي مشكله. هي الساعه اليوم شو سعرها بالسوق؟ نحن اذا رحنا لحتى اشترينا ساعه ابل فسعرها ما حيكون اقل من 300-400 دولار، بينما هي الساعه مثل ما نحن شايفينها هي بها الاناقه وبنفس القوه تقريبا اللي حتعطينا اياها ساعه ابل. احنا بهمنا الخدمات اللي حتقدمها بالاضافة للاناقة اللي احنا حاملينها، هي بالنهاية ساعة. هي اليوم بالكتير سعرها 60 أو 70 دولار حسب البلد اللي احنا موجودين فيه. طبعا موجودة بكتير الوان، في عنا اللون الابيض اللي مو شايفين،
اللون الأسود اللي كتير حلو، بالإضافة بيجي معها الشاحن تبعها اللي نحن شايفينه هاد، وأيضا في اللون الزهري الخاص بالبنات بس للأسف مو موجود عندي حاليا. شو في عندنا شغلات ممكن كمان نستفاد منها وما نضيع مصارينا على الماركات اللي كتير كبيرة واللي ممكن نستخدم هالمصاري بمكان تاني، وناخد شي بضاهي الماركة اللي نحن عم نبيعها بس الاسم، هعطيكم اياه بالفيديوهات الجاية. بتمنى تتابعوني وتحطولي لايك وسلام.